تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. هذه الحلقة نخصصها لبرنامج خدماتي الذي تم إطلاقه مؤخرا. يسعدني أن أستضيف لكم السيد محمد المحفوظ واللعلي واللوبك، المدير العام المساعد للنقل البري، وذلك لمناقشة الموضوع في المحورين التاليين. بعد أسابيع من إطلاق برنامج خدماتي، ماذا عن تقييم المواطنين لهذه الخدمة؟ ما أهم الخصائص التي تميز إجراءات وزارة التجهيز والنقل في إطار برنامج خدماتي؟ قبل الدخول في الحوار مع ضيفنا هنا في الاستديو، نتابع العنصر التالي. كلما عملت الإدارات على تذليل الصعاب أمام المواطن لتقريب أي خدمة يحتاج إليها في شؤونه الخاصة، تجعل المستفيد من هذه الخدمة أكثر إحساسا بروح الوطنية، سيما إذا تعلق الأمر بالولوج إلى الوثائق الرسمية التي تحولت في بعض المؤسسات إجراءات الحصول إليها إلى سوق سوداء تنتعش فيه السمسرة والوساطة وغيرهما من مسلكيات البحث عن حق الشرعي بالطرق الملتوية. برنامج خدماتي شباك موحد بتقنية أسرع، تم استحداثه مؤخرا في وزارة النقل كتجربة أولى لتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بأي ملف مهما كانت طبيعته، أو توجيه المواطن حول ما يخدم غايته وبشيء من النظام الإداري. فهذا البرنامج الممهد في شكله لسياسة عصرنة الإدارة المنشودة يواجه وهو في البداية تحديات كبرى تتطلب حسب المعنيين احترام المواطنين للنظم المعمول بها والخضوع الطوعي لثقافة الطابور في الوقت الذي يجب أن ترقى الخدمة المقدمة إلى مستوى من الرقي والتعاطي مع المواطنين لتمتين العلاقة بين الإدارات والمواطن أولا، ثم تسهيل آلية ولوج الخدمة المطلوبة ثانية. فماذا عن تقييم الإدارة لتجاوب المواطنين مع برنامج خدماتي بعد أسابيع من تدشينه؟ وماذا عن الخصائص والمميزات؟ إذن نبدأ النقاش مع ضيفنا، نرحب بك مرة أخرى. في البداية، ما المقصود ببرنامج خدماتي؟ شكرا جزيلا. أولا انتهز الفرصة لشكر التلفزيون الموريتاني تحت الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الهام ألا وهو برنامج خدماتي. هذا البرنامج يدخل في صميم برنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ القزواني، ويهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات عليه وتقديم له الخدمة بالمكان والزمان المناسبين. ويتمثل هذا البرنامج خدماتي في وزارة التجهيز والنقل اللي شهدت انطلاقته الأولى يوم 3 دجنبر 2019 مناسبة تخليد ذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، فإنه تم إنشاء شباك موحد لدى الإدارة العامة للنقل البري يشمل جميع الخدمات اللي تقدم الإدارة العامة للنقل البري للمواطنين المراجعين لها. وهذا الشباك الموحد يتألف من شبابيك، شباك البطاقات الرمادية، شباك لرخص السياقة، شباك لأذونات النقل، شباك للفحص الفني للسيارات، شباك لتوزيع رخص السياقة، وشباك لتوزيع البطاقات الرمادية، هذا فضلا عن شباك للخزينة وشباك آخر للتظلمات. هذا شباك تم تجهيزه جهاز آلي يمكن من يسهل ولوج المواطنين للخدمة ويسهل عليهم الطابور أيضا، من كل عاد واحد من المواطنين اللي يجي يتوجه لهذا الجهاز الآلي ويقبض منه رقم وينتظر في قاعة الانتظار اللي مجهزة للمواطنين لراحتهم، تم تجهيزه بمكيفات وبالماء الشروب وبخدمة الويفي لراحة المواطنين في انتظار من كلها يعود يعيط له عن طريق جهاز العرض ويقيس شباك المخصص للخدمة المطلوبة ويؤدي خدمته. عندما يتم مراجعة الملف المقدم طلب المقدم للخدمة يعود إجراءاته مكتملة وعناصر الملف مكتملة، ينعطى مباشرة ورقة يمكن يسدد كل الرسوم اللي مستحق عليه للبطاقة الرمادية ولا رخصة السيارة ولا للفحص الفني للسيارة، يتوجه الخزينة وموجودة معها في نفس الشباك ويدفع عندها، وعندما يرجع للشباك ويستلم ملفه يتم إعطاه وصل إياك قد يرجع فيه الوقت المحدد له اللي يرجع فيه يستلم فيه وثيقته. ثم أيضا كيف ما تعرفوا احنا عندنا صرنا على تأمين هذه الوثائق نعطوا للمواطنين، ف
فما نظام بيومتري تسطر عن طريق البطاقات الرمادية بين نحن والوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. هذه البطاقات الرمادية عاد بطاقات مؤمنة ولا لا يمكن تزويرها. أيضا قمنا بديفلوبمون ابليكاسيون انفورماتيك بنظام معلومات جديد لتأمين رخص السياقة، ياك نحدوا من عمليات التلاعب اللي كانت خالقة فيها تعود عادة رخص السياقة مؤمنة. الجديد الجديد هون في الخدمة هو على أن هذه النظام المعلوماتي الجديد عاد يسمح للمواطن فعلا أنه في مرحلة مساعة اللي فوت يستلم فيها ملفه يمكن إشعاره في المراحل كاملة اللي مر بها معالجة ملفه عن طريق رسائل نصية وتوصله على الهاتف من الملف فراه تم قبوله، وفي حالته في مرحلة من مراحل أيضا معالجة الملف تم فيها رفضه يمكن إشعاره أيضا عن طريق خدمة الاسمس. هذا كامل التقريب هذا عن طريق هذا عن طريقة العمل أو عن طريق تطبيق برنامج خدماتي على مستوى قطاعكم. ماذا عن الذين يعني لديهم هذه الوثائق؟ هل يعني أن تطبيق هذا البرنامج في هذه الوزارة أو في قطاع ما وأنتم كمثل أول تعتبر ناسخة للوثائق التي لدى بعض المواطنين والتي حصل عليها من قطاعكم لكن قبل تطبيق برنامج خدمات؟ لا تعتبر ناسخة لهم نهائيا. نحن نقدم نفس الوثائق اللي كنا نقدموها، هي نفس الوثائق اللي نقدموها ما زلنا نواصل فيها، فقط عدلنا هذا الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقريب منه الخدمة يعني يعود مسهل عليه. ما فهم أي نسخ للبطاقات القديمة، كانت البطاقات القديمة الرمادية مسات هي نفسها كانت بطاقات مؤمنة مسات مؤمنة. الطار الجديد هو أننا عدنا أمنا البطاقات رخص السياقة من جديد، وعدنا لهم نظام معلوماتي جديد، وعدنا له الشباك الموحد لتبسيط الخدمة للمواطنين وتسهيلها له. يعود أي مواطن متاح له عاد يجي ويقدم خدمته لراسه دون أنه يعود محتاج لأي شيء سوشي منه، من أجل خلق ثقة جديدة بين المواطن والإدارة يعود يعرف على الإدارة عاتف خدمة المواطن. عفوا، هذا الشباك هل هو يعني يختص في بعض الوثائق دون أخرى؟ يعني الخدمات التي يقدمها قطاع النقل هذا الشباك يسهلها كلها أو هناك بعض الأوراق هي فقط التي يختص بها؟ جميع الخدمات اللي تقدم الإدارة العامة للنقل البري موجودة في هذا الشباك الموحد وتقدموها كاملة بصفة مبسطة للمواطنين، ما هو مختص بخدمة معينة عن أخرى. احنا الخدمات نقدم للمواطنين هو معالجة رخص السياقة، البطاقات الرمادية، إذن النقل والفحص الفني للسيارات، وهذه جميعها موجودة في هذا الشباك. حاولنا أن نديرها كاملة في هذا الشباك، إياك نجمع للمواطنين الخدمات كاملة في مكان واحد ونقربوها عليه من أجل تسهيل عليه الخدمة وعد تعدل في مكان واحد. ورد في عنصر قبل قليل، بعض المواطنين يتذمر من طبيعة يعني سيرورة العمل وهي الحرص على أخذ ملف واحد من شخص واحد من الشخص الواحد. هذا ربما يكون على حساب بعض المواطنين اللي ربما تعود المسؤولية عندهم أكثر من غيرهم، والله العمل عندهم والله الضغط أكثر من غيرهم المواطنين. يعني ما هو السر في هذه الطريقة؟ وهل هنا هل أنتم بصدد يعني حل هذه المشكلة أو العمل على هذه النقطة؟ وهناك طبعا اللي ورد في العنصر هو عن هناك 5 شبابيك فقط، هل يمكن القول بأن عدد الشبابيك المحدودة يمكن أن ينعكس على طبيعة العمل وبالتالي يكون هناك ذلك التذمر من بعض المواطنين؟ شكرا جزيلا على السؤال. أولا هذا الشباك وعدل ياك نخلقه بثقة بين المواطن وبين الإدارة، وعود يعرف أنه عاد قد يجي ويطلب خدمته وتعدل له ينعطى له وثائقه دون يعود المحتاج الوسيط يجيب له. هذه العنصر ذاروه بعض من الوسطاء اللي جوا عندهم أكثر من ملف، وهذا الشباك وعدل ياك يعود المواطن من راسه الخدمة بسيطة وقد يجي يعدله من راسه دون يحتاج لأي وسيط. ثم هذا الوسطاء اللي قالوا أنهم عندهم يجوا عندهم أكثر من ملف ويختاروا تم مراجعته، الإدارة بدأت تفكر في حل هذا النوع من الوسطاء والمؤسسات فيها تجبر له حل، إما يخصص له شباك مخصص له والله يعود يراجعوا الإدارة عن طريق الرسائل يكتم معالجة ملفاتهم دون أن يعود على حساب المواطن البسيط اللي وعدلت هذه الخدمة من أجل تبسيطه للخدمة، يعود هو من رأسه عارف أنه عاد يقد يجي الإدارة دون ويعدل للي يبقي كامل من الوثائق دون أن يعود محتاج لأي وسيط بينه وبين الإدارة. فقط للتذكير هو ما هم 5 شبابيك فقط، احنا فتحنا 8 شبابيك، شباك 8، واحد لرخص السياقة، واحد بطاقات الرمادية، واحد لإذن النقل، واحد للفحص الفني للسيارات، 2 للتوزيع، واحد للخزينة، واحد للتظلمات. هذا شباك التظلمات الهدف منه
هو لان حاله المواطن رجع ولا راى وثيقته في الوقت المناسب اللي كان معطيله يجي يراجل هذا الشباك ويعلن عنها ويتم مراجعه ملفه ونعرف لماذا تاخر في تاديه الخدمه له ويتواصل بها عن طريق الهاتف الحين لو في ملفه ويجي يستلم. تطبيق خدماتي في قطاع النقل قلتم بانها تعني يعني تبسيط كل الخدمات التي يعني يقدمها هذا القطاع، ماذا عن رخصه السياقه والتي من المعروف انها تتطلب اجراء امتحان، كيف يعني طبيعه الحصول عليها؟ بالنسبه لرخص السياقه وطرى لها نظام جديد، النظام جديد نحاولوا من خلاله نحدوا من ذيك الممارسات اللي كانت تخلق في الحصول على رخص السياقه اللي معروفه عند الجميع. هذا النظام تم تغيير المقرر المنظم لامتحانات رخص السياقه ومنضاف له كعنصر على المواطن ما تلي يمكنه يجي مباشره لجنه امتحانات رخص السياقه ويقدم ملفه ويعدل الامتحان مباشره، عاد لابد من يمر بوحده من مدارس تعليم السياقه المرخصه من اجل انه يتابع دوره تكوينيه في اللي قال له قانون السير وتعليم السياقه. ومنين تفوت المدرسة تصدر له إفادة بأنه عاد هو من راسه يمكن المشاركة للحصول على رخص سياقة، تحيل ملفه للجنة المختصة ويعود يك ساعة عاد يقدر يعدلها. هذا في انتظار طبعا تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية اللي من عناصرها إنشاء مركز الامتحانات رخص السياقة، وليه يتم إنشاء وياك نحدوا من تدخل العنصر البشري في عملية منح رخص السياقة، وليه يتم عن طريق النظام الآلي يعود حد يجي ويجبر قدامه قاعة فيها كمبيوترات ويقعد يعدل الامتحان دون أن يعود يدخل له أي عنصر بشري، غير في انتظار الوصول لهذه المرحلة اللي هو بناء مركز امتحانات رخص السياقة. عملت الوزارة على إدخال هذه الخطوة اللي هي المواطن ما تلاقي مباشرة يعدل الامتحان للحصول على رخصة سياقة من دون أن يمر بأحد المدارس ويتم تكوينه وتسلم له إفادة بأنه عاد يمكن المشاركة في امتحانات رخص السياقة من أجل الحصول عليه. هذا الشباك يقدم خدمات مختلفة، يعني قلتم بأن كل شباك مختص في خدمة معينة، ماذا عن الرسوم التي تدفع مقابل هذه الخدمات؟ شنهي طبيعتها ومن دراية كانها وطرى لها شيء كانها مثلا وعارت مع تعدال الخدمة الجديدة والله نقصت والله شنهي طبيعة الرسوم اللي مقدمة تجاه الخدمة. شكرا. نختار ان نذكر المواطنين بان هذه الخدمه برنامج خدماتي اللي يعدل في وزاره التجهيز والنقل من اجل تبسيط الخدمه على المواطن وتقديمها له في احسن الظروف، على انه ما طرى اي سعر جديد على الاسعار اللي كانت تتعلق بالوثائق، هاي الاسعار يحددها قانون الماليه ونحن ما بامكاننا نغيرها نهائيا. بالنسبه لاسعار رخص السياقه اللي سولتوا عنهم، لاسعار رخص السياقه حد هم ويجدد رخصه سياقته والله كانت عنده قاضي عليه سعرها 500 اوقيه جديده اللي هي 5000 أوقية قديمة، وهذا محدد في قانون المالية سنة 2012. بالنسبة لإصدارها من جديد يتغير حسب الفئة المطلوبة، الفئة باء 15000 أوقية قديمة اللي هي 1500 جديدة، الفئة جيم متعلقة بالشاحنات 20000 أوقية قديمة اللي هي 2000 أوقية جديدة، الفئة دال متعلقة بنقل الأشخاص والبضائع 20000 أوقية قديمة اللي هي 2000 أوقية جديدة. بالنسبة للبطاقات الرمادية أيضا تتغير الأسعار في قانون المالية حسب نوع السيارة، إذا كانت سيارة صغيرة تعود 15000 أوقية قديمة اللي هي 1500 جديدة، ولعاد سيارة رباعية الدفع 45000 أوقية قديمة اللي هي 4500 جديدة. وبالنسبة للشاحنات تتغير حسب وزن الشاحنة من 8 طن إلى 12 إلى 12 طن وأكثرهم 75000 أوقية قديمة. وهذه الأسعار ما تغير فيها أي شيء سوى شنو هو، وهذه الخدمة اللي طرات جديدة للمواطنين وسهلت عليهم ما زاد تعلن المواطن اي اوقيه جديده لك حيث من خلال تطبيق هذا البرنامج اللي هو برنامج خدماتي في قطاعكم، ماذا عن ردة الفعل؟ هل لاحظتم من خلال نسبة هناك يعني نسبة إقبال أو تجاوب من خلال المواطنين أو فهم لهذه الخدمة مقارنة بالفترات السابقة قبل تطبيق البرنامج عندكم في القطاع؟ لاحظنا من الساعة اللي بدأ فتح هذا الشباك يوم 3 دجنبر 2019 من عقب تدشينه من طرف وزير التجهيز والنقل وزير الثقافة باسم رئيس الجمهورية، إقبال كبير من المواطنين وارتياح أيضا لهذول المواطنين من هذا البرنامج الجديد وبرنامج خدماتي، لأنه سهل عليهم الخدمة وعادوا كلها واثق منه يلاجئ الإدارة يمكن أنه يحصل على خدمته في أقل وقت ممكن ودون أنه يلجأ لأي وسيط ولا يلجأ للوساطة ولا للمعرفة. بالنسبة لهذا البرنامج اللي يتم تعميمه إن شاء الله تعالى على جميع القطاعات الحكومية في القريب العاجل، نعني به في الوقت الحالي قطاع التجهيز والنقل وقطاع الإسكان وقطاع الصحة.
وبعدين ليعمم على جميع القطاعات الحكومية الخدمية إن شاء الله. هل هناك يعني توضيح لديكم أو كلمة أخيرة من أجل شرح أو تبسيط هذا الدور الذي يقوم به قطاعكم؟ نختار نذكر للمواطنين مسألة واحدة، على أن هذا البرنامج هو عدل من أجل تقريب الإدارة من المواطنين من خلال تبسيط لهم هذه الإجراءات وتقديمها لهم في مكان واحد وبأقل تكلفة وفي أقل وقت ممكن. ونختار نذكر بعلن جميع الصعاب المطروحة من طرف المواطنين وخاصة الوسطاء اللي يجوا دائما لدار العمل النقل البري سيتم التقلب عليها في الوقت القريب العاجل. إذا السيد محمد والمحفوظ واللعلي واللوبك المدير العام المساعد للنقل البري، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في حلقة هذه الليلة من برنامج تحت الضوء. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، إلى اللقاء.